طب الماسك بتاع الفيلر اللي انا هسميه فيلر، الفيلر بتاع الوش، بتاع الوش بتاعك، يس أيوة. الخميره مع البياض البيضة البيضه مع مايت الورد، ده احلى حاجه ولا في انت اصلا انت قلت خميره بحاجه؟ لا طبعا، امال انا ليه طلعوا عليا ملكه الخميره؟ طب لان ملكة انا الخميرة إيه؟ لان انا وانا هديك كل خبراتي في قعده يعني. لا يعني اديني بس اتنين اصلا تبسات يعني. اوكي غششيني. اوكي انا هقول لك يا اختي دلوقتي السهله، الخطوات يختي. السهله جدا جدا، البطاطس او ميه البطاطس المبشوره النيه زي ما عصرنا الجنزبيل بنعمل في البطاطس. ميه البطاطس تمام، بشرتيها عشان كلها نشا، بتاخدي اي اكزاكتلي بتاخدي منها الميه وبتحطيها على الخميره اليابسه وقلبيها، يبقى انت كده خدتي النشا من ميه البطاطس والفيلر من الخميره. هو النشا ليه مهم؟ اللي انت انا متجوزاه النشا. النشا هو اصلا لترميم اي بشره فيها تجاعيد، الرز لترميم اي بشره، الكولاجين الاصلي من هو اللبان الذكر، اللبان الذكر، الفيلر من الخميره، البوتوكس ده. البوتوكس طيب. في بذورك التاني المغليه ومتصفيه السلايم اللي اللي بيشربوا اللي يعني بيبلوا لبان الذكر وبيشربوه الصبح على الريق. هايل. طيب هايل ده يعني هايل للسيستم لانه بينقي الرئه وبيضيع الكحه. انا نفسي لما كنت تعبانه من التدخين وبطلته كان صدري تعبان جدا، والحاجه الوحيده اللي خففتني هي لبان الذكر. بالمراره دي كلها؟ لا ما انت بتبليه ما بيبقاش مر، بتبليه وبتشربيه. يعني انا بعمل كده. انا مثلا ساعات. لو التدخين لو نقعتيه نص ساعه بميه مغليه بيبقى بتقلبيه بيبقى عامل زي اللبن خلاص، بتشربي منه ان شاء الله نص كوبايه، نص فنجان، نص فنجان على الريق الصبح على الريق كده تحفه كلير، بتحسي ان نفسك اتفتح، صدرك الرئه اتفتحت. ما والله يس. اجربها تحفه. طيب تحفه. نبعد شويه عن الوصفات وهوديكي المنطقه الثانيه كده. طبعا بس سؤال سليمي على كل الفولورز اللي عندنا 3000، اكتر من 3000. احنا بنسلم عليهم كلهم. سهى سهى وسهى رامي وحنان نادى او نادي ومنى محمود وناس ومنى هيام علي وغاده ورو، ناس كتير قوي. انا عايزاكي تدخلي على صفحتنا وترد عليهم كلهم ممكن بعد ما نخلص. طيب للاسف انا عايزه اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ما عنديش ولا واي فاي ولا انترنت في كايرو بقالي اسبوعين. هديلك موبايلي ادخلي رد انت على الناس احسن لما تروحي لندن، لانه انا اصلا كل حاجاتي وايميلاتي والفيس وكل حاجه اصلا مع اداره مخصوص، زائد انه الحاجات الاصلي بتاعتي كلها على انجلترا، فمش قادره حتى افتح من عن طريق اي حد ولا اي حاجه.